المظاهرة أيضا مسيرة العاطلين في القيروان في 30 ثانية نشاهدوا بعض الصور منها وبعد نمشيو بطبيعة نحكيو على المحور الثاني الحوار الوطني ونتائج حوارات هذه مسيرة في القيروان. توفيق العبيدي مباشرة هذا كي مازال عندكم حاجة لا لا لازم نعلق على هذه علق يا خويا علق معناها ما زلتوا التونسية باش ندخلوا التونسية هما اللي غناهم مش احنا باش نرجعوا توا شوف شوف يا سي حسين هذه غناه في القروان مش الجمهور التونسية غناه عايشك عايشك ما تبداش تزلق في حويجات كيما هكا عصا مش عصام انا معز معز فهمت وتظهر توا نمشوا نعملوا مظاهرة يجوا فيها ناس يسبوك انت ولا يسبوا كذا وتخرج ما يليقش واضح 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 ما عادش عايش خويا هذه مسيره في العالم عايش خويا انا نقول لك هاني نقول لك المره الجايه مانيش نهدد فيك ولكن انا مسؤول هنا لا لا ما تستدعدنيش عايش خويا باهي عايش خويا المره الجايه ما تستدعينيش على بلاتو اذا باش نقول فيه يا غنوش يا سفاح واضح بكل موده واضح انا ما قلتش فيه يا غنوش المره الجايه اذا باش تعدي ما قلتش يا سي حسين بتقول فيه الكلام هذا انا اللي قلت يا غنوش يا سفاح نحترموا بعضنا وما تستدعينيش من غير ما تشنجوا والله ماني متشنج من غير ما تشنجوا شوي نحترموا بعضنا من غير ما تشنجوا لا من غير ما تشنجوا عايش خويا لما هاي الليله كنا ثم وفاق نسيس عليه غنوش يا سفاح جيب لي جماعه معناها من عشكور منين جايين وكذا يمسوا رجالات البلاد وسياد البلاد انا جبتهم يا حسين يا سينا تجاوز ما تزيناش ما نتجاوزش النقطه هذه شنو تحب لي معناها شنو تحب لي نعمل لا انا نقول لك شنو مطلوب سامحني وانت تستدعيني قلت لك في مجلسك هذايا قلت لك المره الجايه تحترم واضح واضح ضيوفك واضح انا احترم ما تسمعنيش فيك يا حسين لا تستفزني لا تستفزني من مصر على المحافظه على النبي لا مش قضيه على النبي يا سي حسين هاي خد عدي مش عارف هاي مش عارف المره الجايه عايش خويا تحب تقولها ما تستدعينيش واضح يا سي حسين واضح يا سي حسين مبروك عليك هكا الشعب التونسي يتفرج عليك مش الشعب التونسي يتفرج علينا الكل قاعد لا شفت